أعلن بيان لأكراد سوريا تشكيل إدارة مدنية انتقالية في مناطقهم شمال شرقي البلاد. جاء ذلك بعد مشاورات جرت في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية. وأشار البيان إلى أن مهمة الإدارة المؤقتة هي إعداد قوانين الانتخابات المحلية والتحضير للانتخابات العامة وإقرار القوانين، إضافة إلى المسائل السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية في المناطق الكردية. القرار الكردي شمل تقسيم ما يسمى بمناطق غرب كردستان سوريا إلى 3 أجزاء، لكل منها مجلسه المحلي الخاص وممثلون في المجلس الإقليمي العام. من جانبه، نفى رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين وعضو مجلس الشعب السوري عمر أوسي نفى صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن نية الأكراد تكوين كيان سياسي مستقل، مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه هو إدارة مدنية مؤقتة مهمتها التحضير لانتخابات لتأسيس إدارة محلية ذاتية من شأنها تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الأمن. أعتقد أن ما روج في بعض وسائل الإعلام عن نية الأكراد لإقامة كيان سياسي مستقل أو حكومة كردية في الخاصرة الشمالية للوطن السوري وتحديدا في المناطق الكردية لا صحة لها. ما جرى اليوم في مدينة القامشلي وهي أكبر مدن المنطقة الكردية هو عبارة عن إعلان لإدارة مدنية مؤقتة سوف تحضر لمدة 6 أشهر للتحضير للانتخابات لتأسيس إدارة محلية ذاتية كردية. مهمة هذه الإدارة المدنية هي توفير الخدمات للمواطنين وأيضا توفير الأمن والدفاع عن ثغور المنطقة ضد هجمات المجموعات المسلحة ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة والجيش الحر وإدارة الشؤون المدنية والخدمات الغذائية واللوجستية والمشتقات النفطية إلى حين انتهاء الأزمة. من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان اعتبر سعي أكراد سوريا إلى تشكيل إدارة مدنية انتقالية في مناطقهم شمال شرقي البلاد أمرا واقعيا في ظل غياب سلطة إدارية بالمعنى الرسمي، مستبعدا بروز توتر مع دول الجوار بناء على هذه الخطوة. يمكن تركيا تكون عندها شوية حساسية لأنه عندهم حساسية تجاه أي شيء كردي سواء داخل حدودهم أو خارجها. إيران ما عندها أي موقف من الموضوع، موقف سلبي بالنسبة لأكراد العراق، يعتبروا هذا سيادي إلا إذا هذا الإجراء سويس وأصبح في اتجاه سياسي عندها قد تخلي الخلافات السياسية مع جهات أخرى، ولكن إذا كانت إدارة فقط بشؤون هذه المناطق أنا أعتقد المفروض الكل يتفهموا أنه هذا إجراء فرضها الأمر الواقع في هذه المناطق.